عودي معكم مشاهدينا لصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بدبي. عودي إلى مباراة بيروت والنجم الراسي التونسي. بيروت كان عم ينهي أول اثنين كوارترز بتقدم بفارق نقطة واحدة 36-35. مباراة طبعا صعبة على الفريق اللبناني، هالأمر واضح جدا. خلينا نحكي شوية ستاتستكس قبل بداية الكوارتر الثالث. 43% كانت نسبة بيروت الفيلد جولز من مسافة النقطتين، 41% مقابل 27% للفريق التونسي يلي كان متفوق بالتأكيد عن 3 بوينتس لاين، من 7 من 13 عنده نسبة 53% مقابل 6 من 13 عنده نسبة 46%. بيروت يعني طبعا على صعيد الريباوندز كانوا متقاربين الفريقين 20-18، وعلى صعيد ستيلز كان عنده 4 ستيل، الفريق التونسي قدر يستفيد بشكل كتير كبير منهم. أفضل المسجلين بهالمباراة من ناحية بيروت جيرون جونسون عنده 14 نقطة، أنتوني جريدي تحت السلة لعب ارتكاز فريق النجم الراتسي عنده 12 نقطة مثله مثل إيلي رستم. طبعا أنتوني جريدي والأفضل أيضا على صعيد الريباوندز بسبعة ريباوندز بهالمباراة. نحكي أكثر أكيد عن الإحصاءات وعن كل الأرقام مع انطلاق الكوارتر الثالث بهالاثناء. بوزيشن رح تكون مع بيروت مع جيرون جونسون هو اللي عم يطلع الطابه، جيرون مع باتريك بوعفود، ديونتي هوكنز، الي رستم وعلي مزهر على ارض الملعب. عاد مروان خليل الى تشكيلته الاساسيه لستارتنج فايف، لكن بدا فيهم مباراه جيرون جونسون عم يتعرض لستين هون، لكن رح تبقى البوزيشن لمصلحه بيروت اللي عنده 8 ثواني فقط لتنفيذ هالهجمه. فرق نقطة مثل ما ذكرت، هذا جيرون جونسون هون بمحاولة للاختراق، بدايته كانت صعبة بهالمباراة لكن عاد سجل 14 نقطة بالوقت يلي رستم عم يحاول يضرب من بعيد، برز بشكل كتير كبير إلي رستم بنقاط 12 من 3 ثلاثيات نجح فيهم. نعيم ضيف الله بالقول طابل عند أنتوني جريدي، أنتوني جريدي بيك أند رول حلوة كتير كانت، لكن أنتوني جريدي تحت السلة عم يقدر يستفيد. ما معقول اللاعب، ما معقول اللاعب عم يرفع رصيده إلى 14 نقطة مثله مثل جيرون جونسون. اللاعبين الأمريكيين هن الأبرز على صعيد التسجيل. جيرون ممكن يرد بياخذ الشوطة المسافة المتوسطة، ما بيسجل جيرون جونسون، ما بيسجل جيرون جونسون. وفي تيرن أوفر هون، وفي خطأ كان على ديونتي هوكنز، هذا الخطأ الأول على ديونتي بالمباراة، الخطأ الأول والبوزيشن عم تروح. الفريق التونسي مع أشرف قنوني المحاولة أيضا ما بينجح فيها، عمرو معلق، علي مزهر من جديد ويلي عم يطلع طابة مع جيرون تحت السلة، عم يرجع جيرون جونسون حلو كثير يا جيرون جونسون. 16 نقطة لجيرون جونسون، المرة نجح وبشكل سريع بالإنسايد جيم. نقدر نكون فعالين كثير إذا ركزنا، خصوصا باختراقات جيرون جونسون. إذا كب الباس جيرون جونسون ممكن نلاقي لحظة يلاقي ديونتي هوكنز، ممكن نلاقي رستم، وممكن نقدر نسجل نوصل للسلة. دائما التقدم بفرق نقطة لبيروت مع عمرو معلق، عمرو بينقلها لعند زياد الشنوفي كان الأبرز على خط 3 نقاط من ناحية الفريق التونسي بهالمباراة، مع المحاولة من عمرو الثلاثية ما بينجح فيها. الريباوند لمين؟ الريباوند للمزهر، المزهر بيروح بالفاست بريك السريعة لعند جيرون جونسون، جيرون لباتريك بوعبود، لكن أيضا التيرن أوفر عم يكون على فريق بيروت. فرصة من جديد للنجم الراتسي للتقدم بهالمباراة، يعني بيروت من وقت ما تقدم بهالمباراة ما عاد تأخر أبدا بعد الـ 8-0 ران طبعا يلي عملها الفريق التونسي، وقدر يتقدم من خلالها مع نعيم ضيف الله. زياد الشنوفي، زياد بحاول يقترب يروح على السلة، حلو كثير من زياد الشنوفي، قدر يسجل. شوفوا بأي طريقة زياد الشنوفي. جيرون جونسون عم يرد بشكل سريع، 19 نقطة أصبح رصيده لجيرون جونسون. محاولة
محاولة من جديد مع الشنوفي ومعقول نقل انترك أبدا الشنوفي ثلاثيته الرابعة بها المباراة رصيده أصبح 14 نقطة صار إلى جانب أنتوني جريدي أفضل المسجلين معقول زياد الشنوفي قد ايه بيكون مرتاح عن 3 بوينتس 4 من 5 نسبة 75% له عن الارك الشنوفي ايضا بالمحاولة والدخول وعم بيسجل مرة جديدة الشنوفي 11 نقطة اصبح افضل مسجلين فريقه بهالاثناء والتقدم 3 للنجم الراتسي بداية صعبة لبيروت عم بتكون بالكوارتر الثالث مع ديونتي هوكنز بيخدم الميد رينج شوت ما بيسجل ديونتي ايضا انتوني جريدي انتون بفوت وبيسجل انتوني جريدي صار مطلوب اكيد ادجستمنت للدفاع ما عم يدافع بطريقه منيحه لازم بيكون اجريسيف اكثر يا شباب على الدفاع شوفوا ديونتي هوكنز عم يتفرج علينا انتوني جريدي كيف دخل كيف اخترق وكيف سجل بسهوله تامه علي مزهر والترن اوفر مره جديده على علي مزهر عم تكون صعبة الأمور هون الحكم احتسب ووكينج على علي مزهر فريق 5 للنجم الراتسي ما لازم يوسع الفريق أكثر يا شباب لازم نضلنا مركزين لازم نضلنا قريبين مع أشرف قنوني على اللو بوست زياد الشنوفي موجود بكل الملعب اللاعب ما معقول زياد الشنوفي بيطلع على برا لعند نعيم ضيف الله واللي عم بيسجل نعيم ضيف الله عم بيسجل نعيم ضيف الله عن خط 3 نقاط ثاني ثلاثية له بالمباراة ورصيده أصبح 7 نقاط والفارق عم يرتفع ل 8 نقاط وهيدا الشيء طبيعي إنه مروان خليل يطلب التايم أوت بشكل سريع عشر تيرن اوفر على بيروت مقابل 5 فقط على النجم الراتسي وب 12 تيرن اوفر قدروا النجم الراتسي يستفيدوا من 13 نقطة طبعا الاحصائية مهمة جدا لأنه من المفترض بيروت يقدر ينتبه أكثر ويكون مركز أكثر ما يخسر طبيعته بهالشكل بالوقت يلي جيرون جونسون بحاول يدخل عم يحصل على الخطأ جيرون جونسون هالمرة الخطأ على أشرف قانوني هذا الخطأ الأول على الرقم 3 أشرف قانوني جيرون جونسون أو ديونتي هوكنز لعلي مزهر علي أيضا خطأ جديد نعيم ضيف الله عم يرتكب خطأه الثاني بالمباراة 8 نقاط الفارق أكيد في وقت كتير وفي وقت كبير لنرجع نتقدم بهالمباراة يعني من المهم جدا بيروت يحقق انتصار ببداية المشوار لأنه أيضا بانتظاره مباراة غير سهلة أمام مايتي سبورتس الفلبيني ديونتي هوكنز بينالا باتريك بوعبود باتريك ما بياخد الشوطة باتريك بقرر يخترق السلة ما بيسجل جيرون جونسون بيحاول يتابع سكند شانس مرة جديدة لجيرون جونسون تحت السلة جيرون مصر جدا بيعمل موف جيرون جونسون يلعب على ديونتي مرة جديدة لبرا لعند المزر إلي شمعون بيضرب من بعيد ما بيسجل الشمعون والفاس بريك السريعة مع الشنوفي زياد
بيلاقي عمره بالعلاق على لوبوس نعيم ضيف الله ستيل هالمره ممتاز من علي مزهر عند جيرون جونز بروح باتجاه السله جيرون جونز شو عم بيقول الحكم؟ لاعبي بيروت كانوا عم يطالبوا بالخطا لمصلحه جيرون جونسون. والتبديل بين الاثنين انطوني جريدي عم يترك ارض الملعب لاحمد تريمش. اجنبي واحد عم يكملوا اللقاء كينغزلي اوكورو بعد ما شفناه ابدا على ارض الملعب من ناحيه الفريق التونسي من دون اجانب. النجم الراسي حاليا على ارض الملعب اذا اشرف قانوني اشرف منه لعند زياد شانوفي زياد بواجهه باتريك بوعبود زياد بحاول يخترق بحاول يطلع على السله ممتاز جدا باتريك بوعبود عم يعمل بلوك شوت كان على زياد شانوفي وقت يلي علي مزهر بروح باتجاه السله وعم يحصل على الخطا علي مزهر. كل السلامات لاشرف قانوني اللي كان عم يحاول يعمل ترانزيشن ديفنس سريعه على علي مزهر. شوفوا اللي صار هون طلع بالعالي كثير وسقط اشرف قانوني. كل السلامات للاعب التونسي يعني طبعا دوره دوليه لكن وديه طبعا الود دائما حاضر الروح الرياضيه دائما موجوده لكن هي ايضا محطه مهمه لكل الفرق يعني كانت تعتبر محطه مهمه ايضا للفرق اللبنانيه لتحتك بمباريات قويه وبفرق صعبه. اكيد البطوله متوقفه لكن فرصه للفرق الاخرى الموجوده. لانها تستفيد بهالبطوله. علي مزهر اذا عم يسجل اولى نقاطه بهالمباراه على فري ثرو لاين. الثاني ما بينجح فيها علي مزهر. بوزيشن رح تبقى لمصلحه بيروت. ديونتي هوكنز مع جيرون جونسون لعند الشمعون منه لعند باتريك باتريك بيطلع على برا لعند علي مزهر روتيشن سريع عادت لبيروت. ديونتي هو بيقرر ياخذ الشوطه ما بيسجل ديونتي عم يجربوا كثير يبعدوا النجم الراسي ديونتي من تحت السله عم يجبروه يكون ياخذ شوطاته وياخذ الاتام تبعه من برا. هذا الامر عم يصعب الامور عليه بشكل كثير كبير. ذكي جدا يلي عم يعمله امين مرزاق مدرب الفريق التونسي بالوقت يلي محاولة للاختراق وايضا للتسجيل. جيرون جونسون هو اللي عم ياخذ الريباوند الدفاعي. جيرون اول ذا واي. جيرون جونسون بنقطه ال 21 اول ذا واي. مش شايف حدا مش قاري حدا بايده الشمال طلع وسجل جيرون جونسون. رائع جدا يلي عمله جيرون جونسون. ومن جديد بيروت عم يقرب قلص الفارق لخمس نقاط. عمرو بن علاق الشنوفي ما تخلوه يشوط وهو مرتاح. شو الصافره هيدي. كان عم بشوط هو مرتاح زياد الشنوفي. الفارق خمس نقاط اذا لمصلحة الفريق التونسي وثلاث محاولات راح يكونوا لزياد الشنوفي اللي هي الصافرة اللي كنت عم بتحدث عنها بالتأكيد. قدر يسجل زياد لكن راح يحصل على ثلاث محاولات. المحاولة الأولى ما بينجح فيها الرقم خمسة يلي برز بشكل كتير كبير بهالمباراة من المسافة البعيدة بثلاثياته الأربعة زياد الشنوفي. المحاولة الثانية أيضا ما بينجح فيها زياد. أكثر اللاعبين مشاركة إلى جانب أنطوني جريدي بمباراة اليوم 25 دقيقة لزياد 25 دقيقة 41 ثانية لأنطوني جريدي لحد هاللحظات. زياد الشنوفي عم يسجل نقطة جديدة عم يرفع رصيده إلى 17 نقطة والفارق أكيد ستة لمصلحة النجم الراتسي. إلي شمعون علي مزهر جيرون جونسون بياخذ محاولة ثلاثية ما بيسجلها. أكيد تحت السلة الأمور عم تكون صعبة على مروان زيادة. عمرو بن علاق ايضا المحاولة من احمد ريمش. نعيم ضيف الله سيطر على الريباوند يا شباب ما لازم نعطيهم سكند تشانس ابدا ولو انه ما قدروا يسجلوا بشكل كبير بمباراة اليوم. رح قلكم قد ايه قدر يسجل من السكند تشانس.
الفريق التونسي، لكن ما لازم نسمح لهم أبدا يقدروا ياخذوا فرصة تانية للتسجيل. من الوقت يلي علي مصدر على البيز لاين بيطلع على برا لعند الشمعون، ترجع للمصدر الشمعون بالأوبن شوت مرتاح، لكن بقرر يخترق هالمرة وما بيسجل الشمعون. لا بيسجل الشمعون، بيسجل الشمعون على طريقته الخاصة، خمس نقاط لإلي شمعون. كنت عم بحكي عن السكند تشانس بوينتس، بس قدر يسجل سلة وحدة النجم الراتسي على هالصعيد. نعيم ضيف الله على اللو بوست بسرعة كبير مع باتريك بو عبود، في خطأ هون. رح نشوف الحكم على مين احتسب الخطأ، خطأ على باتريك بو عبود إذن اللي عم تشوفه أمامنا على الشاشة. نعيم ضيف الله رح يكون عنده محاولتين، تراكم الأخطاء الخمسة بالتأكيد على الفريق اللبناني. المحاولة الأولى عم ينجح فيها الرقم 11، والمحاولة الثانية أيضا. خروج نعيم ضيف الله وأيضا زياد الشنوف، يعني أمين رزاق أكيد عم يفكر بالكوارتر الأخير، عم يريح المفاتيح الأساسية اللي عنده إياها على أرض الملعب للكوارتر الأخير يلي من دون شك رح يكون حاسم. ست نقاط على الفارق هو للنجم الراسي بالوقت يلي جيرون جولسون بياخذ المحاولة الثلاثية ما بينجح فيها، الريباوند عم بيكون لأحمد تريمش، والانطلاقة من جديد لعمرو بوعلاق. محمد إلهي بتبقى البوزيشن مع الفريق التونسي. الإعادة مرة جديدة هون اللي صار. محمد إلهي، أحمد تريمش، والمرة ستيل عم بيكون ممتاز من جيرون جونسون على أحمد تريمش. جيرون لعلي مزهر أيضا المحاولة الثلاثية. يا شمعون يا شمعون، ما له بالعادة يضيع الشمعون بهالطريقة، لكن سيء الحظ بالتأكيد كان بالطابقة الأخيرة. إلي رستم، إلي إلي شو ممكن يعمل لعلي مزهر؟ علي مزهر من جديد للرستم، رستم ممكن يقرب يخترق الثانية الأخيرة، بياخذ الشوط ما بتسجل. اليوم يومك يا بطل، اليوم يومك يا إلي رستم. بأي طريقة سجل إلي رستم نقطته الـ 14، شوفوا اتفرجوا استمتعوا، رجل الاستعراض قلت اليوم على أرض الملعب إلي رستم بسلاته الثلاثية وبمحاولاته المستحيلة العجائبية، خليني اسميها بأي طريقة سجل بالثانية الأخيرة. إلي رستم الفريق ثلاثة للنجم الراسي، قلت لكم ما انتهى شيء، بيروت حاضر، بيروت جاهز مع جيرون جونسون أيضا هو يلي عم يطلع بهطابة. جيرون بعلي الربع اتجاه السلة لحاله، جيرون جونسون بيحصل على القطع. جيرون جونسون مباراة كبيرة عم يقدمها بيروت، كامباك عم يعمل رائعة جدا بهالأثناء بالمباراة. هذا الخطأ يلي حصل عليه جيرون جونسون من اللاعب رقم 14 عمرو بوعلاق يلي أصبح عنده ثلاث أخطاء، أكثر اللاعبين أكيد يعني ارتكبوا أخطاء من ناحية فريق بيروت بهالمباراة هو جيرون جونسون. عنده خطأ بوقت يلي إلي رستم. يا رستم يا رستم يا رستم، شو عم تعمل بمباراة اليوم؟ رائع جدا إلي رستم، عم يعادل الأرقام على النقطة 52. قلت لكم الكامباك الكبيرة بقيادة الكبير لعيب إلي رستم، كيف أخذ الشوط بتركيز رائع جدا بقلب كبير، ما معقول، ما بيخاف من شيء، ما بيشوف قدامه إلا السلة، ومن جديد عم يسجل سلة ثلاثية رستم. رائع جدا بالطريقة يلي عم يضرب فيها، 21 نقطة بمباراة اليوم للرستم، أداء كبير عم يقدمه قائد منتخبنا الوطني. 21 نقطة لرستم، 21 نقطة لجيرون جونسون، وبيروت عاد، بيروت موجود، بيروت حاضر، قلب دبي، قلب دوري دبي عم ينبض كلمة بيروت يلي أكيد الأمل إنه تنبض بجديد فيها الحياة الطبيعية. كلنا مشاهدينا مش بس عم نرجع لحياتنا الطبيعية الاجتماعية والعادية والاقتصادية، لكن أيضا حياتنا الرياضية يلي نحن كرياضيين نفتقد لها إن كان بملاعب كرة القدم أو بملاعب كرة السلة اللبنانية. على كل حال بارقة أمل أكيد من دبي ممكن تكون موجودة على الصعيد الرياضي في حال واحد من ممثلين هي لبنان الثلاثة الرياضي بيروت وهوبس قدروا طبعا يحرزوا على اللقب مرة جديدة. الرياضة أنجح الفرق على الصعيد، عنده 7 ألقاب
بدورة دبي. دائما الفرقة اللبنانية حاضرة بقوة بهالدورة. هوبس الساعة 7 بتوقيت بيروت رح يواجه الوثب السوري بأولى مباريات هوبس، الفريق المميز جدا، الفريق اللي بنستمتع دائما نشوفه بالسبيرت العالي يلي عندهم اياها لاعبينه. بكره مباراة كبيرة بالانتظار مشاهدينا قبل ما يواجه الاتحاد الحربي بيروت. الاتحاد السكندري رح يلعب مع الرياضي،